امبارح فوجئنا بانخفاض في البورصة وقال لك هي شفتوا البورصة بتخسر، ادي راس الحكمة عشان تعرفوا الناس خافت اكتر فانخفضت البورصة. طيب النهاردة قفلت جلسة تداول اليوم للمؤشر الرئيسي للبورصة على ارتفاع 3.92%. فجأة، هو ده فجأة والخسارة امبارح طبيعية ولا ايه؟ عشان بفتيش انا واقول لكم كلام من عندي انا فاهمه، لكن خلونا نروح لأهل الاختصاص ونروح للأستاذة رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية. اهلا وسهلا أستاذة رانيا. اهلا بحضرتك أستاذ خيري. اهلا يا فندم. أستاذة رانيا، هي البورصة خسرت امبارح ليه؟ هو في الحقيقة البورصة امبارح ما خسرتش، احنا بنقول البورصة هبطت امبارح وده كان هبوط متوقع بعد صعود استمر لمدة شهور طويلة. نعم. كنا متوقعين ان احنا ندخل في عمليات ما تسمى جني ارباح. كان السوق المصري او البورصه المصريه بتصعد على مدار الشهور اللي فاتت بسبب فكره اعاده التقييم، الافراد اللي بيمثلوا حوالي 70% من حجم المتداولين في البورصه المصريه كانوا بيشتروا، كان عندهم زخم من الشراء في الاصول المصريه المطروحه في البورصه، كان بيتحوطوا، كان بيعيدوا تقييم الاصول، كان دايما بيربطوا في فكرهم فكرة إعادة التقييم بسعر أسعار الصرف في السوق الموازي. ولما تم الإعلان عن صفقة رأس الحكمة طبعا بقى فيه سيولة دولارية متوفرة، فبالتالي اتأثر السعر في السوق الموازي، فابتدى الأفراد يغيروا فكرة إن هم بيقيموه بالأسعار اللي كانت موجودة وابتدوا يعملوا عمليات جني أرباح. بس في نفس الوقت كانت السيولة دي بتروح تشتري في أسهم من المفروض ان الاسهم دي هتستفاد من صفقه راس الحكمه زي القطاع العقاري. والنهارده وخلينا نقول بقى بصوره طبيعيه وسريعه، السوق ارتد عشان السوق اتجاهه صاعد والسوق قوي، وشفنا صعود، يمكن احنا النهارده في اخر الجلسه قلصنا الصعود لحوالي 3.5%، لكن في اول الجلسه احنا صعدنا فوق 5%، وده كان امر برضو متوقع وطبيعي لان النهارده لو السوق المصري هيكمل صعوده هيبقى له معطيات مختلفه. ايه هي المعطيات؟ أيوة. ان البورصه مرآة للاقتصاد، والنهارده الاقتصاد المصري كما تم الاعلان من المتوقع ان مش بس هيضخ فيه ال 35 مليار دولار اللي هيدخلوا كدفعه نقديه سريعه خلال شهرين، ولكن في 150 مليار دولار هتضخ في شرايين الاقتصاد المصري في عده قطاعات متنوعه، في اكثر من 1,500,000 فرصه عمل هيتم توفيرها. فبالتالي النهارده مرآة الاقتصاد هتبتدي تترجم ده وهتعكسه خلال الفترة القادمة. ده معناه ان مع استقرار سعر الدولار او وجود سعر تقريبي موحد هينعكس على البورصة جدا، لان ده معناه ان هذا الاقتصاد مستقر ويسير في ارتفاع. ده طبعا احد اهم الامور المهمة جدا، لان كمان هيشجع المستثمرين العرب والاجانب ان هم يرجعوا تاني، سواء استثمار اجنبي مباشر او غير مباشر، وكمان السيوله اللي هتدخل من تنميه هذا المشروع هيشتغل فيها عده قطاعات بصوره مباشره او غير مباشره. يعني خليني اقول لحضرتك، اتفضل. عندنا قطاع السياحه، عندنا قطاع العقاري، عندنا قطاع مواد التشييد والبناء، قطاع البنيه التحتيه، المواصلات واللوجستيات، القطاعات الخدميه اللي هتخدم المكان ده، عندنا فرص العمل اللي هيتم ضخها، السيوله اللي هتدخل اكثر من 150 مليار على عده سنوات وهي مده انشاء او تنميه هذا المشروع الضخم، كل دي هتروح فين؟ ما هتبقى جوه الاقتصاد المصري وهتنعكس على نتائج اعمال الشركات اللي بتشتغل في هذه القطاعات، وجزء من هذه الشركات مطروح في البورصه. نعم. فبالتالي هيؤثر على اسعار الاسهم اللي موجوده في السوق المصري. يعني معنى كده ان لو دخلنا مشروع تاني كبير زي ده كما هو متوقع قريبا، فده معناه ان البورصه هتبقى في اذى عصورها. يعني اقول لحضرتك توقعي الشخصي، راس الحكمه هي هتكون اولى هذه المشروعات. نعم. وانا بعتقد وبتوقع ان الفتره القادمه هتحمل الكثير من المشروعات دي، خاصه ان مثل هذا المشروع في هذا التوقيت بيرسل رساله ثقه للمستثمرين ان الاقتصاد المصري قادر على جذب السيوله، الاقتصاد المصري اقتصاد قادر على التعافي. النهارده الرساله دي رساله قويه، هنشوف مردودها خلال الشهور القليله القادمه.
أنا بشكر حضرتك جدا جدا أستاذة رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية على هذه الأخبار التي تدعو للتفاؤل.